تجهيزات قبل اروح العبدلي. الزلفي صراحه مزرعه شايع، وعبد الرحمن محمد شايع صراحه فنان في شيء اسمه برجر بشكل عجيب، مستوى مو مستوى مطاعم صراحه ألذ حتى من المطاعم. فقايل انا باخذ الفكره للمزرعه، بس شو الفكره؟ ابي جريل مرتب. الحين لقيت نفس الجريل اللي هو عنده تقريبا اللي هو هذا بلاك ستون، موجود بايس. هذا حق خلينا نقول جمعات يعني حجمه كبير حيل، تقدر تسوي فيه قريب 30 برجر بنفس الوقت. فيعني يوم الجمعه او الشباب زحمه ما عندك مشكله، سريع تقدر تضبط والامور 100%. بس اللي قاعد الحين افكر فيه، قاعد اقارن ما بين اخذ هذا من هني ولا اروح سوق لندن من ورا في الجريلات مالت المطاعم اللي تشتغل على الكهرباء او اللي يشتغل على الغاز. هذا يشتغل طبعا على الغاز، هذا يشتغل على الغاز. اي وين الغاز؟ مو مركب، يمكن مو موصل هني. وهني لقيت هذا في شيء بكفر بغطا وفي بدون غطا، مو رخاص ولا غالين بس شيء. عرفت اللي محتار اخذ هني ولا اروح، وعرفت سوق لندن ورا العادة هناك شغل الشاورما شغل الجريلات كذي، هناك مرات احس هذا عملي اكثر، مرات اقول لا هناك شغل مطاعم عملي اكثر. وفي ماركات ثانية تصير فيها جرارات تحت، ام بعد هذه والله فكرة حلوة، هذه ما فيها جرارة تحت، يقولوا لي نغير لك هذا مجانا، نغير لك الراس خلي كويتي. هذي بكم؟ هذولي انا ما اعرف لهم صراحة، متعبين حيل مو جوي يعني. اما الصاجة اي لا هذي صاجة، هذي صاجة طق عليها وسماش. توكلنا على الله، شرينا وبدلوا لنا الراس، بس عشان السيارة لازم اشيل الرفوف هذي، بس اركبه بالسيارة سهل. عبارة عن أكثر من شولة، لا أكثر من عين صايرة على شكل خطوط، والحكي بهذا سماكة عالية حيل. طبعا شو يقولوا لي؟ يقول الحين حتى لما تجي تنظف بعد ما تستخدمه، لما تجي تنظفه ينشف من الماي، بعدين أي دهن خفيف بس حتى كمية بسيطة امسحه بكمية دهن، أفضل عشان الصاجة نفسها يعني، لا تخليها ناشفة بعد التنظيف، امسحه بس بدهن. Before no one is on board. شغل مطاعم، هذول اللحام، هذا الشغل اللي ياخذونه المطاعم، هذا الانجوس بيف او البلاك انجوس ينباع مجمد حطبه تقريبا بخمس دنانير 3 كيلو. كم برجر يكفي هذا؟ الله اعلم. هني كله شغل كميات، شوف الجبن ايش كبره، هذا شغل مطاعم، بس تحس حرام ناخذ هذا. يفتحون الربع ما نستخدمه كله، ما في اصغر. نجهز الامور العشاء باذن الله بعد شوي، لازم على طول حار بحار نجربها. ها مدير شوف هذا واحد كم يكفي، عشان بيسوي حساب بالضبط الكره الواحد هذا القالب الواحد، خلينا نشوف كم تاني. حطيت 2 صح؟ خلينا نشوف كم. مباراة اي والله، تأخير عندنا لاعب متأخر، ولا شباب والله جايين بدري وناطرين وباصل النادي. تدرون الحين بنروح مباري الربع، لما نروح مباري الربع لازم نروح بباص، فعندنا باص النادي لا مجاني بدون اشتراك فالح. اوه ما شاء الله. السلام عليكم. يا
الله اليوم اليوم اول مره نلعب ذهاب، العاده كلها اياب، ان شاء الله نفوز عليهم. بس مشاري مشاري خطر ومشاري الف مبروك الفوز. الله يبارك فيك. الف مبروك الفوز فيك. والف مبروك، الله يهنيكم بالحكم. بكره موعدنا بكره. لا اسمع، بكره باذن الله بحكمين، حكم منه وحكم منك، لان الوضع صاير، مو الوضع صعب. بعدين انت عيالك هني موجودين ويسوون بكره بيجيبوا عيالنا احنا عشان يشجعون. نعم. وين الحكم؟ وين تكفى؟ شوف حكم عصبي ما يتعاون الا بالصفاره. بس شوف مساك الله خير الحين. الملك عاش والله ابو صالح. هلا والله خطير يا ابو صالح. حاضرين اول يوم ترى، اول تجربه. اي نعم. لا بدايه موفقه. حساب هناك طبعا الشكر لمنو؟ لابو محمد عبد الرحمن الشايع، هو اللي صراحه اعطاني درس مكثف، وبشركم ضبطت العمليه. الله على تقييم الربع، اللهم لك الحمد، تجربة ناجحة وبقوة، ضبطنا الأمور. يعني صراحة أول واحدة يعني فركشت على قولتها، بس السر بورق الزبدة، لازم ورق زبدة وانت تضغط تسويها سماش برجر، عز الله تفوز. يعني صراحة تجربة ممتازة. الحين حسبنا المساع والربع كم كوست البرجر الواحدة، شريحة اللحم لما تقسم هذه، لأن الوحدة هذه تطلع فيها 15 برجر، يعني تطلع شريحة اللحم بسعرها 300 فلس، قول كاملة مع شغلها كلها تطلع 450 500 فلس الوحدة.